بمطار الرباط سلا وجد فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي في استقباله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد. وتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية التونسية رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران. وفي أعقاب ذلك استعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية التونسية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية. في أعقاب ذلك تقدم للسلام على الدكتور محمد منصف المرزوقي السادة كريم غلاب رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة والحاجب الملكي ومؤرخ المملكة وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بالمغرب وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. كما تقدم للسلام على الرئيس التونسي والي جهة الرباط سلا زمور زعير وأعضاء الهيئات المنتخبة وقائد الموقع العسكري والسلطات المحلية بالرباط وسلا وشخصيات أخرى. زيارة أخوة وعمل بدأها رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي لبلادنا تشكل نقلة نوعية ومتميزة في مسار علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين المغرب وتونس. كما أن هذه الزيارة تحمل أكثر من دلالة ورمزية على مختلف المستويات الثنائية والمغاربية والعربية والإقليمية والإفريقية. زيارة تشكل فرصة سانحة للبلدين لتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير العلاقات العريقة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وإعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. ومما يضعف من أهمية هذه الزيارة كونها تأتي بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس خلال السنة الماضية والإصلاحات السياسية والدستورية الهامة التي أقدم عليها المغرب لتكريس الديمقراطية ودولة القانون. زيارة تأتي أيضا في ضوء إرادة سياسية مشتركة عبر عنها الجانبان في أكثر من مناسبة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك للرفع من حجم المبادلات التجارية التي بقيت دون ما يتطلع إليه المسؤولون والفاعلون الاقتصاديون في البلدين. هي علاقات عريقة إذن تتطلب دينامية جديدة لتكون في مستوى الرهانات المطروحة. علاقات عريقة تستمد قوتها ووهجها من روابط الكفاح المشترك ضد الاستعمار الذي تقاسمه الشعبان الشقيقان منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتطلعاتهما المشتركة إلى تحقيق مزيد من التكامل والتقارب في أفق بناء المشروع المغاربي. وقد قطع التعاون بين المغرب وتونس على مدار العقود الماضية أشواطا هامة في مختلف المجالات من خلال إبرام عشرات الاتفاقيات ووضع مجموعة من الآليات التي تؤطر وتتابع مسيرة هذا التعاون، وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التي تجتمع بالتناوب سنويا وبانتظام في كلا البلدين. وقد تقدم أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
ويضم السادة رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية، وعبد الكريم زبيدي وزير الدفاع الوطني، وعبد الله الكحلاوي وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الخارجية، وعبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، وعدنان منثر مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وخالد الزيتوني المدير العام للعالم العربي بوزارة الخارجية، ورافع بن عاشور سفير الجمهورية التونسية بالرباط. كما تقدم للسلام على فخامة الرئيس التونسي أعضاء السفارة التونسية بالمغرب. علاقات صداقة وتعاون وأخوة تجمع البلدين الشقيقين، وتبادل البعثات والزيارات على كل المستويات. وكان الرئيس التونسي الدكتور محمد منصف المرزوقي في مسار حياته قد قضى سنوات بالمغرب. أفراد من عائلة الرئيس التونسي المقيمة ببلادنا في استقباله أيضا بمطار الرباط سلا. هي صفحة جديدة تفتح في سجل علاقات التعاون المشترك بين المغرب وتونس. أعضاء بعثة الشرف تتقدم للسلام على الرئيس التونسي، وتضم على الخصوص السيدين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد نجيب زروالي وارثي سفير صاحب الجلالة المعتمد بتونس. وبمدخل القاعة الشرفية للمطار قدم لضيف جلالة الملك حفظه الله التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار الرباط سلا، توجه موكب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وضيف جلالته الرئيس التونسي الدكتور محمد منصف المرزوقي إلى القصر الملكي بالرباط. وقد استعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية التونسية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية الرسمية. ويقدم التمر والحليب ترحيبا بمقدم فخامة رئيس الجمهورية التونسية. وبالديوان الملكي بالرباط أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مباحثات مع رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي. حضر هذه المباحثات عن الجانب التونسي السادة رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية، وعبد الله الكحلاوي وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الخارجية، ورافع بن عاشور سفير الجمهورية التونسية بالمغرب. كما حضر عن الجانب المغربي السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد نجيب زروالي وارثي سفير صاحب الجلالة بتونس. هي صفحة جديدة إذن في سجل علاقات التعاون المشترك بين المغرب وتونس. زيارة أخوة وعمل للمغرب يقوم بها الرئيس التونسي لبلادنا، تنسج علاقات متميزة وتعاون مثمر يدعم موقع البلدين جهويا ودوليا، ويجعلهما رافعة لدعم التعاون جنوب جنوب. وبقصر الضيافة بأجدال أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدوبة غداء على شرف رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي الذي يقوم بزيارة أخوة وعمل للمغرب. زيارة تشكل محطة جديدة بمسار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
وقد حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي، كما حضر عن الجانب المغربي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وعدد من أعضاء الحكومة وعدد من كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وشخصيات أخرى. استقبال متميز للرئيس التونسي ببلادنا يعكس الإرادة المشتركة التي تحدو الجانبين لتحقيق نقلة نوعية في التعاون على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والتجارية حتى تكون في مستوى تطلعاتهما المشتركة. وفي أعقاب مأدبة الغداء ودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ضيفه الكبير فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي.